مجلس الوزراء ينفي وقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة ويؤكد أنها استحقاقات قانونية لا يمكن إلغاؤها موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات والاستفزازات حول محطة زبريجيا النووية ومخاوف أممية من التصعيد واشنطن تعرب عن قلقها إزاء تصرفات بكين بالمنطقة وتايبي تطالبها بإعادة تقييم الاحتياجات الدفاعية الأكثر إلحاحا للجزيرة الثالثة مساء بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة وشدد المركز الإعلامي على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلن على أحد معاشاته باعتباره استحقاقا قانونيا لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجبها والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 482 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 111.5 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 67 طن مواد غذائية، كما تم ضبط أكثر من 44 طن بمجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية وفي مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط سبعمائه وثلاث قضايا من بينها 142 واثنان واربعون قضيه خبز ناقص الوزن و109 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات اما في مجال ضبط مخالفات التلاعب ومنظومه توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط اكثر من اربعه اطنان قمح محليه أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي اعتقال قيادة من تنظيم داعش الإرهابي في كركوك، وذكر إعلام الجهاز في بيان مقتضب أنه تم اعتقال قيادات ما يسمى قاطع الفاروق التابع لتنظيم داعش الإرهابي في المحافظة رصد محور تعز العسكري ارتكاب قوات الحوثي 3769 خرقا منذ اعلان الهدنه الامميه بالثاني من ابريل الماضي واوضح بيان صادر عن محور تعز العسكري ان خروقات قوات الحوثي اسفرت عن استشهاد 18 جنديا واصابه 110 اخرين واشار البيان الى ان الخروقات منذ اعلان تمديد الهدنه الامميه الشهر الماضي بلغت 306 خروقات تنوعت بين قصف واستشهاد واستهداف مواقع الجيش والمقاومه الشعبيه بالمدفعيه والقناصه والطائرات المسيره مما اسفر عن استشهاد جندي واصابه خمسه اخرين اتهم نائب وزير الخارجيه الروسي سيرجي رايباكوف الولايات المتحده وحلف شمال الاطلسي ناتو بانهما يفاقمان الوضع بتشجيعهما لخطط هجمات على الاراضي الروسيه في اوكرانيا وقال ريابكوف ان بلاده لم تقم بتحذيرهم من هذا الامر فحسب بل وارسلت مرارا تحذيرات رسميه الى واشنطن بصيغه احتجاجات وفي صيغه المحادثات التي تم اجراؤها بهذا الصدد أعلن سكرتير المجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف أن الولايات المتحدة لا تنوي العمل بشفافية بشأن مختبراتها البيولوجية في البلدان الأخرى وأوضح باتوتيف خلال الاجتماع السنوي السابع عشر لأمناء مجالس الأمن لدول منظمة شنغهاي أن ما تم الكشف عنه بأوكرانيا هو جزء صغير من بين أكثر من 300 مختبر بيولوجي أمريكي منتشرة في جميع أنحاء العالم مشيرا الى ان بلاده ستقدم وثائق جديده حول هذا الموضوع قالت وزاره الدفاع البريطانيه ان روسيا تواصل قصفها المستمر على جبهه غاركيف الشماليه الشرقيه لتشتيت القوات الاوكرانيه ومنعها من شن هجمات مضاده في مناطق اخرى. وقال مسؤول اقليمي اوكراني ان 17 شخصا قتلوا واصيب 42 وأربعون اخرون في هجومين روسيين في غاركيف ثاني كبرى مدن اوكرانيا على مدار اليومين الماضيين. قال عضو المجلس الرئيسي للاداره الاقليميه بمنطقه زابوريجا فلاديمير روجوف انه تم تعزيز نظام حمايه المحطه النوويه هناك بسبب محاوله محتمله من قبل الجيش الاوكراني لضرب تلك المنشاه. واضاف روجوف انه تم تعزيز نظام الحمايه للمحطه النوويه مشيرا الى انه لا يمكن الكشف عن كل التفاصيل حيث يمكن ان توقع او تقع اي شيء من النظام الاوكراني. من جانبها قالت شركة انرجواتوم النووية الأوكرانية إن القوات الروسية تعتزم إغلاق وحدات الطاقة العاملة بمحطة زابوريجا النووية وفصلها عن شبكة الكهرباء الأوكرانية. وفي بيان عبرت الشركة عن اعتقادها بأن روسيا التي تسيطر على المحطة في جنوب أوكرانيا تستعد لاستفزاز على نطاق واسع هناك. أكد نائب رئيس إدارة منطقة خرسون كيريل ستريموسوف أن الأمم المتحدة ملزمة بضمان حق السكان المحليين بتقرير المصير من خلال الاستفتاء على انضمامهم لروسيا وفي هذا الإطار اتهم ستريموسوف الأمم المتحدة بعدم الوفاء بتعهداتها والتزاماتها بشأن وقف النزاعات مشيرا إلى أن دورها الآن يقتصر على الإطار النظري فقط دون خطوات عملية ملموسة <applause> как раз вот по той стороне. <звук> اكدت الامم المتحده ان حجم ما تم تصديره من الحبوب والمواد الغذائيه من موانئ الاوكرانيه ضمن مبادره حبوب البحر الاسود التي تشرف عليها المنظمه قد بلغ أكثر من 625 ألف طن متري وأشار البيان إلى أن فرق التفتيش المشتركة ستقوم بإجراء عمليات التفتيش على ثلاث سفن قادمة إضافة إلى خمس سفن خارجية وذلك بعد أن كانت الفرق قد أنهت عمليات التفتيش على ست سفن منها أربعة سفن واردة إضافة إلى اثنتين متجهتين إلى الخارج وتم تخليصهم جميعا للإبحار دعت كييف الاوروبيين الي حظر دخول السياح الروس بسياق العقوبات المفروضه على موسكو اثر العمليه العسكريه الروسيه علي اوكرانيا هذا وستتم مناقشه هذا الموضوع خلال اجتماع يعقده وزراء خارجيه التكتل في نهايه اغسطس في براغ اعلنت وكاله حرس الحدود البولنديه ان عدد اللاجئين الفارين من اوكرانيا الى بولندا ارتفع الى خمسه ملايين وستمائه وتسعه عشر الف لاجئ وذلك منذ بدء العمليه العسكريه الروسيه في اوكرانيا في شهر فبراير الماضي وأضافت الوكالة أن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 26 ألف لاجئ من أوكرانيا فيما غادر نحو 27 ألفا ومائة شخص للعودة لبلادهم مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من 73 من مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي تراجع اليورو والجنيه الاسترليني لادنى مستوى بشهر امام الدولار الامريكي اليوم مع قلق المستثمرين من المزيد من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بعد ان قرر مسؤولون بالمركزي الامريكي القول بان هناك حاجه لرفع اسعار الفائده وارتفع مؤشر دولار 2.10% وفي سبيله للصعود 1.9% هذا الاسبوع ليكون افضل اداء له في عشرة اسابيع وافقت المفوضيه الاوروبيه على خطه قدمتها المانيا بقيمه 27.5 مليار يورو للتعويض الجزئي للشركات كثيفه الاستهلاك للطاقه عن ارتفاع اسعار الكهرباء الناتج عن تكاليف الانبعاثات غير المباشره وذلك بموجب اطار مساعده الدول الاعضاء على تجاوز الازمات المؤقته. وقالت نائبه الرئيس التنفيذي للمفوضيه مارغريت فيستاجر ببيان ان, إن هذا المخطط سيسمح بتقليل تاثير تكاليف الانبعاثات غير المباشره على صناعاتها كثيفه الاستهلاك للطاقه صرح وزير المال الالماني كريستيان ليندنر بأن المانيا تستطيع تمويل حزمه جديده من المساعدات بمليارات اليوروهات في مواجهه تضخم من دون التخلي عن كبح المديونيه. وكان المستشار الالماني اولاف تشولتز وعد في وقت سابق بتقديم حزمه مساعدات جديده للافراد في مواجهه ارتفاع الاسعار في قطاعي الطاقه والغذاء. <applause> هذه die die kalte ausgleichen sollen, eine gesamtstaatliche أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا اقترضت أكثر من المتوقع في يوليو، ما يبرر أو يبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء المقبل كي يقدم المزيد من الدعم للمستهلكين الذين تأثروا بارتفاع أسعار الطاقة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن اقتراض القطاع العام باستثناء البنوك الحكومية بلغ 4.9 مليار جنيه إسترليني وكانت المالية العامة حققت فائضا 9 من مليار جنيه إسترليني في يوليو 2019 قبل جائحة كورونا والتي أدت إلى زيادة تاريخية في الاقتراض الحكومي. توقفت شبكه النقل بلندن اذ نظم عمال القطارات والحافلات اضرابات بسبب الاجور وظروف العمل فيما يؤثر التضخم الذي تجاوز 10% على قيمه الاجور. وقالت هيئه النقل في لندن ان جميع خطوط مترو انفاق وقطارات لندن توقفت كليا او جزئيا كما تعطلت العشرات من خطوط الحافلات في غرب المدينه. مشاهدينا لمزيد من المتابعه والتحليل ينضم الينا هاتفيا من لندن الخبير بالاقتصاد السياسي احمد ياسين يعني استاذ احمد بعد التحيه كيف ترى الوضع الاقتصادي ببريطانيا مع اظهار بيانات رسميه انها اقترضت اكثر من المتوقع في يوليو نعم وضع اقتصادي صعب جدا وما ذكرتيه بالتاكيد سوف يزيد الوضع اصعب صعوبة عندما تواجه بريطانيا بمستوى مديونية مرتفع الى هذا المستوى بالتاكيد الحكومة المقبلة والتي ينتظرها البريطانيون بعد الخامس من الشهر المقبل سوف يكون من الصعوبة من قبلها ان ان تقوم بايجاد الحلول اللازمة لتخفيف من اعباء المعيشة لدى المواطنين البريطانيين كذلك ايضا بالاضافة لما ذكرتيه هناك عامل اخر يبدو ان بنك انجلترا المركزي قد وقع في خطا جسيم في تعامله وتهديد معالم مع السياسه النقديه بعد حال الانفراج التي بدات من خلال يعني رفع الحكومه لاجراءات الاغلاق بعد بعد فيروس كورونا فكان من المفترض ان يبدا بنك انجلترا المركزي على تقييد و السياسه النقديه البريطانيه والنقاط بشكل كامل في خطوات التسيير الكمي التي تعرف ب او باللغه العاميه بطباعه العمله مثل هذا الخطا الجسيم وقع به البنك المركزي وهذا ما يفسر بشكل واقعي كيف ان مستوى التضخم قد تجاوز ال 10% حاليا وهو بالتاكيد اعلى مستوى بين دول مجموعه السبع كذلك ايضا ما يجعل بريطانيا تواجه هذا الوضع الاقتصادي الصعب مقارنه مع دول اوروبيه اخرى هو ان بريطانيا يعني هناك فقط شركات خاصه هي التي تدير القطاع قطاع الطاقه بشكل مباشر عكس ما هو الحال في فرنسا يعني الحكومه الفرنسيه تستثمر بكميات كبيره جدا في قطاع الطاقه لديها هناك شركات حكوميه هي تملك العصر الاكبر من شركات الطاقه في فرنسا لذلك كان بامكان فرنسا ان تسيطر على ارتفاع الاسعار في المرتبطه بقطاع الطاقه نعم. عكس ما هو الحال بالنسبه لبريطانيا نعم. طيب. لذلك أستاذ أحمد. نعم. نعم. يعني وفي ظل هذا الوضع ما هي ابرز الملفات الاقتصاديه التي تنتظر رئيس الوزراء الجديد خاصه في ظل تصاعد معدلات التضخم واضراب العاملين بوسائل النقل احتجاجا على الاجور يعني ما ينتظره البريطانيون هو خطوات عملية وواقعية من قبل الحكومة المقبلة للتخفيف من أعباء ارتفاع تكلفة المعيشة ولكن يعني هناك هناك يعني عراقيل كبيرة جدا في إمكانية أن تلجأ الحكومة البريطانية هي الأدوات التي يمكن اللجوء إليها في الوضع في الوضع العادي يعني ليز وهي المرشح الأكثر حظا لاستلام رئاسه حزب المحافظين وبالتالي الحكومه البريطانيه قالتها مرارا وتكرارا بانها سوف تقدم على خفض الضرائب بقيمه 40 مليار جنيه استرليني ولكن مثل هذه الخطوه يمكن ان يعني تثير الكثير من التساؤلات بان مثل هذه الخطوه سوف ترفع مستوى المديونيه الذي هو بالتاكيد مرتفع حاليا لذلك الوضع هو بالتاكيد صعب جدا ولكن مهما كان الوضع البريطاني ينتظرون حلول جذريه وواقعيه من قبل الحكومه المقبله للتخفيف من اعباء ارتفاع تكلفه المعيشه نعم الخبير بالاقتصاد السياسي الاستاذ احمد ياسين كنت معنا هاتفيا من لندن شكرا جزيلا سجلت أسعار المواد الاستهلاكية باستثناء المنتجات الطازجة في اليابان ارتفاعاً نسبته 2.4% في يوليو على أساس سنوية حسب بيانات حكومية، مما يعكس تسارعاً في التضخم يتوقع الاقتصاديون بعدما بلغ 2.2% في يونيو. وللشهر الرابع على التوالي تجاوزت نسبة التضخم باليابان 2% باستثناء المنتجات الطازجة وهو هدف حددته المصرف المركزي. اليابانية أكد الرئيس النمساوي ألكساندر فاندر بيلين أن بلاده قادرة على التغلب على أزمة الغلاء وارتفاع معدلات التضخم الحالية، لافتاً إلى أن النمسا تغلبت في السابق على العديد من الأزمات وستنهي هذه الأزمة بنجاح. جاء ذلك في تصريحات صحفية للرئيس النمساوي بمناسبة انطلاق حملته لانتخابات الرئاسة التي ستجرى يوم التاسع من أكتوبر القادم وقال الرئيس النمساوي أن ارتفاع الأسعار والنمو والتضخم صار واقعا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي لا تبدو لها نهاية في الوقت الحاضر قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن مؤشر أس... أسعار المستهلكين ارتفع إلى 7.7% من 10 على أساس سنوي في يوليو وارتفعت أسعار المواد الغذائية 12% بينما ارتفع التضخم في السلع الغذ... غير الغذائية 5% كما ارتفعت أسعار المواصلات 18.5% بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة قالت وزارة الدفاع التايوانية أنها رصدت 17 طائرة وسط سفن حربية صينية تعمل حول تايوان في الوقت الذي واصلت فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة وأضافت الوزارة التايوانية أن ذلك شمل قيام ثماني طائرات بعبور الخط الفاصل بمضيق تايوان والذي يكون في الأوقات العادية بمثابة حدود غير رسمية بين الجانبين قال وزير القوات الجوية الامريكي فرانك كيندال ان تصرفات الصين حول تايوان تزيد من مستوى المخاطر لكنه عبر عن امله في ان يعود سلوك الصين الى المعايير المحدده من قبل وفي مؤتمر قال كيندال انه يشعر بالقلق اذا برامج التحديث العسكري الصيني وتصرفات بكين في منطقه المحيطين الهندي والهادئ بعد تصاعد الازمه بين تايوان والصين ازدادت الرغبه عند تايبيه لامتلاك اسلحه ثقيله مثل السفن الحربيه والمقاتلات الامر الذي فاقم الخلاف بين تايوان والولايات المتحده الامريكيه بشان شراء الاسلحه سعي تايبيه لامتلاك اسلحه ضخمه وغير تقليديه جاء بعد تنفيذ الجيش الصيني تدريبات دامت اسبوعا واعتبرت سابقه بعد زياره رئيسه مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي لتايوان ومنذ ذلك الحين يواصل الجيش الصيني مناورات جويه وبحريه يوميا قرب الجزيره موقف اجج المخاوف الامريكيه من رغبه الصين المتزايده في مهاجمه تايوان خلال السنوات القليله المقبله مما دفع واشنطن الى ارغام تايبيه على اعطاء الاولويه للاسلحه غير المتكافئه وهي منظومات تستغل ضعف الخصم بدلا من محاوله مضاهاه نقاط قوته لذلك رفضت اداره الرئيس الامريكي جو بايدن هذا العام طلبات قدمتها تايوان لشراء منظومات ضخمه ومكلفه بحجة أنها لن تكون فعالة في ردع غزو صيني الحكومة التايوانية وافقت في البداية على هذا المسار لكن مسؤولين لفتوا إلى وجوب إعادة تقييم الاحتياجات الدفاعية الأكثر إلحاحا للجزيرة في ضوء ما وصفته تايبي وواشنطن بأنه محاولة صينية لتغيير الوضع القائم حول تايوان كما تجري الحكومة التايوانية مراجعة للتدريبات الأخيرة التي نفذها الجيش الصيني وتعتزم مناقشة النتائج مع واشنطن لتغيير السياسة التسليحية التي ترغب واشنطن في فرضها على تايبي فالخبراء السياسيون في تايوان يرون أن أزمة البلاد تختلف عن الحرب الأوكرانية التي وعد تايبي دروسها المستفادة لتؤكد أنها تحتاج إلى تعزيزات عسكرية تتكافأ مع الصين حصلت جزر سليمان على قرض بقيمه 66 مليون دولار من الصين لتمويل تشييد 161 برج اتصالات بالبلد بمبادره من العملاق الصيني هواوي وفق ما اعلنت حكومه هذه الدوله الصغيره الواقعه بمنطقه المحيط الهادئ. وهذا هو اول قرض تتلقاه جزر سليمان من بكين منذ ابرام اتفاق امني بين البلدين في ابريل الماضي اثر قطع العلاقات الدبلوماسيه مع تايوان. قال مستشار للرئيس الاندونيسي ان الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين سيحضران قمه مجموعه العشرين بجزيره بالي نوفمبر المقبل وفي وقت سابق قال الرئيس الاندونيسي ان الزعيمين الروسي والصيني اكدا له ذلك China has invested 40 billion dollars you know you look here we have a chinese car factory around the corner رفضت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون عرضاً قدمته إليها الحكومة الكورية الجنوبية وينص على حصول بيونغ يانغ على مساعدة اقتصادية من جارتها سيول مقابل تخلي شمال عن سلاحه النووي وكان رئيس كوريا الجنوبية يون سو كيول اقترح هذا الاسبوع على كوريا الشماليه حزمه مساعدات في مجالات الغذاء والطاقه والبنيه التحتيه اذا ما تخلت عن برنامجها للاسلحه النوويه <applause> أعربت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية عن أسفهما إذا رفض كوريا الشمالية عرض سول لتقديم مساعدات اقتصادية مقابل خطوات نحو نزع السلاح النووي. ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الكوري الجنوبي باك جون ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. اعربت الولايات المتحده عن تطلعها للعمل مع المجر فيما يتعلق بالامن الجماعي والمصالح المشتركه جاء ذلك في بيان على الموقع الرسمي للخارجيه الامريكيه بمناسبه العيد القومي للمجر حيث اكدت واشنطن ان البلدين ترتبطان بعده طرق بما في ذلك الالتزامات التي تتشاركان فيها بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها مجموعه الدول عبر الاطلسي أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أن منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث قد خصص خمسة ملايين دولار من الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن أعمال العنف التي شهدتها هايتي وفي مؤتمر صحفي قال المتحدث باسم المكتب إن مئات الأشخاص قد قتلوا منذ يوليو الماضي في اشتباكات بين عصابات بحي سيتي سولاي في هايتي مشيرا الى ان كثيرين اخرين قد حوصروا في القتال مما منعهم من الحصول على مياه الشرب والطعام والرعايه الصحيه احتفل الاتحاد الاوروبي باليوم العالمي للعمل الانساني الذي وافق عشر اغسطس من كل عام داعيا الى حمايه عمال الاغاثه حول العالم الذين يعرضون حياتهم للخطر باستمرار لانقاذ الاخرين وتقليل المعاناه الانسانيه وجاء في بيان صحفي نشرته دائره العمل الخارجي للاتحاد الاوروبي عبر موقعها الرسمي ان الاتحاد عكف على تكريم جميع العاملين في الخطوط أمامية موضحاً أن العالم لا يزال يهتز بسبب الصراعات العنيفة والكوارث الطبيعية المدمرة التي تدفع المجتمعات المحلية في كثير من الأحيان إلى أزمات إنسانية كما دعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة ساسكو إلى التعبئة والتضامن لتعزيز العمل الإنساني داخل وخارج العالم الإسلامي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني. وحثت المنظمة الدول والحكومات على إعطاء الأولوية لتمويل القطاع الاجتماعي والإنساني وتعزيز السياسات والبرامج التي تراعي المساعدة الاجتماعية والصحة النفسية لدعم النساء والأطفال ضحايا الاضطهاد والحروب والنزاعات تواصل الولايات المتحدة الأمريكية مواجهة جدر القردة بعد ارتفاع أعداد الإصابات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، كما أن واشنطن تسعى إلى معرفة الكثير عن الفيروس الذي انتشر في 49 ولاية أمريكية تسابق السلطات الأمريكية الزمن لمواجهة التزايد الملحوظ في أعداد المصابين بجدري القردة الذي انتشر في 49 ولاية أمريكية مسجلا ما يقرب من 14 ألف إصابة حتى الآن وتدرس الإدارة الأمريكية الإعلان عن خطوات جديدة لتسريع الاستجابة الأمريكية لجدري القردة وسط زيادة الطلب على اللقاحات وأدوية العلاج حيث تتضمن الخطه اضافه مليون وثمانين الف جرعه الى المخزون الوطني من اللقاح المضاد للفيروس القطاع الصحي بالولايات المتحدة الأمريكية من جانبه يقترب من إطلاق برنامج جديد يهدف إلى توفير لقاحات وتوفير جرعات من العلاج الفيروسي لمن تؤكد الاختبارات إصابتهم بالمرض ويعد عدد حالات الإصابة بالمرض في الولايات المتحدة من بين أعلى المعدلات في العالم فيما لم تسجل حتى الآن أي حالة وفاة خاصة أنه من النادر أن يكون جدري القردة قاتلاً ولكن الطفح الجلدي الناجم عن الفيروس يؤدي الى الم شديد لدى بعض المرضى الى ذلك تواصل الابحاث العلميه محاولاتها لكشف المزيد عن جدري القرده التي خلصت حتى الان الى انه مرض فيروسي يمكن ان ينتقل من خلال الاتصال الشخصي الوثيق الذي غالبا ما يكون من الجلد الى الجلد بالاضافه الى ملامسه افرازات الجهاز التنفسي والاتصال المباشر او لمس الاشياء التي يستخدمها شخص مصاب بالفيروس أعلنت وزارة الصحة الفلبينية أنه تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس جدري القردة بالبلاد لارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى ثلاث حالات وأضافت الوزارة الفلبينية أن الحالتين الجديدتين لديهما تاريخ سفر حديث إلى دول بها حالات إصابة مؤكدة بفيروس كودري القردة. من جانبها قالت وكالة وزارة الصحة الفلبينية إنه يجرى الآن تعقب المخالطين لحالتي الإصابة بالفيروس. اعلنت منظمه الصحه العالميه عن توصيات جديده لمواجهه فيروس ايبولا وحثت على استخدام اثنين من الاجسام المضاده مطالبه المجتمع الدولي بالعمل على زياده فرص الحصول على هذه الادويه المنقذه للحياه وأشارت المنظمة إلى أنه تم تطوير هذه الإرشادات وفقا لمعاييرها وطرقها الخاصة بالمبادئ التوجيهية وأكدت أنه تم إجراء التجارب السريرية خلال تفشي إقولة مع إجراء أكبر تجربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية مما يدل على أنه يمكن تطبيق أعلى مستوى من الدقة العلمية حتى أثناء تفشي الإبولا في السياقات الصعبة

اعلنت سلطات الدفاع المدني بالجزائر نجاحها في اخماد كل الحرائق التي اجتاحت مناطق مختلفه في شمال شرق الجزائر. كانت الحرائق قد اودت بحياه 38 شخصا على الاقل وفق ما اعلنه مسؤول بالحمايه المدنيه. <applause> أصدرت الصين أول تحذير وطني من حالة الجفاف هذا العام، فيما تكافح سلطات حرائق الغابات وتحشد فرقا متخصصة لحماية المحاصيل من درجات الحرارة الحارقة عبر حوض نهر يانجستي، يأتي الإنذار الأصفر الصيني بعد أن شهدت مناطق من سيتشوان في الجنوب الغربي إلى شنغهاي أسابيع من الحر الشديدة، فيما يرجعه مسؤولون حكوميون إلى تغير المناخ. بعد أن وصلت الصين إلى حافة خطر الجفاف، أصدرت أول تحذير وطني في الوقت الذي تكافح فيه السلطات حرائق الغابات وتحشد فرقاً متخصصة لحماية المحاصيل من درجات الحرارة الحارقة عبر حوض نهر يانجستي. التحذير الأول أو الإنذار الأصفر الذي أصدرته السلطات الصينية جاء بعد أن شهدت مناطق عدة في البلاد بدايه من الجنوب الغربي الى شنغهاي في دلتا يانجستي اسابيع من الحر الشديد مسؤولون حكوميون يؤكدون أن موجة الجفاف والحرائق جاءت نتيجة لتغير المناخ وأضافوا أن الإنذار الأصفر أقل بدرجتين من أخطر تحذير على المقياس الصيني ففي بحيرة بويانغ أحد أحواض الفيضان المهمة لنهر يانجستي بوسط الصين تقلصت المياه إلى ربع حجمها الطبيعي لهذا الوقت من العام وأكدت وسائل إعلام صينية أن ما يصل إلى 66 نهرا عبر 34 مقاطعة جفت مياهها كما أكدت وسائل إعلام حكومية نقلا عن بيانات رسمية أنه طول الأمطار في تشونغ تشانغ هذا العام انخفض بنسبة 60% مقارنة بالمعدل الموسمي كما أن التربة في العديد من المناطق تعاني من نقص شديد في الرطوبة درجات الحرارة وصلت لأرقام قياسية هذا العام في تشونغ تشينغ إذ بلغت 45 درجة مئوية وفقا لمكتب الأرصاد الجوي الصيني فالبنية التحتية وخدمات الطوارئ في منطقة تشونغ تشانغ تعرضت لضغوط متزايدة مع وجود رجال الإطفاء في حالة تأهب قصوى مع اندلاع الحرائق في الجبال والغابات في جميع أنحاء المنطقة نتيجة لذلك أكدت وزارة الطوارئ الصينية أن ارتفاع درجات الحرارة في شهر يوليو وحده تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت مليارين وثلاثة وعشرين مليار يوان أي ما يعادل أربعمائة مليون دولار تشهد نيوزيلندا لليوم الرابع على التوالي هطول امطار غزيره على مناطق مختلفه مما اجبر مئات الاشخاص على ترك منازلهم مع فيضان الانهار وعدم استقرار الارض التي غمرتها المياه هذا وتعد مدينه نيلسون الواقع على الساحل الشمالي للجزيره الجنوبيه الاكثر تضررا حيث تم اخلاء اكثر من 400 منزل واعلان بعض المناطق بها غير صالحه للسكن بسبب الامطار. اعلنت السلطات النمساويه ان خمسه اشخاص لقوا حتفهم بينهم طفلان جراء العواصف الشديده التي ضربت البلاد واوضحت السلطات النمساويه ان رياحا قويه مفاجئه تسببت في سقوط الاشجار باحدى البحيرات في وادي لافانت بالقرب من مدينه جراتس الواقعة جنوبي البلاد مشيرة إلى أن 13 شخصاً آخرين أصيبوا بينهم اثنان في حالة خطيرة، كما أضافت السلطات النمساوية أن ثلاث سيدات لقين حتفهن في ولاية النمسا السفلى عندما ضربت صاعقة برق إحدى الأشجار مما تسبب في سقوطها أعلنت وزارة الصحة إطلاق ثلاث قوافل طبية بمحافظات الجيزة والغربية وجنوب سيناء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك خلال يومي التاسع عشر والعشرين من أغسطس. وأوضحت الوزارة أن القوافل الطبية تستهدف توقيع الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين وأشارت إلى أن القوافل تضم العديد من التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة وكذلك خدمات الأشعة والتحاليل واصلت مديريه الصحه بمحافظه المنيا تنفيذ القوافل الطبيه المتنوعه في اطار جهود الدوله لوصول الخدمات الطبيه والعلاجيه المجانيه لكافه المناطق والقرى الاكثر احتياجا وذلك ضمن اعمال المبادره الرئاسيه حياه كريمه. واوضح وكيل وزاره الصحه بالمنيا محمد نادي انه تم تنظيم قافله طبيه بقريه اسطال بمركز سملوط خلال يومي 17 عشر والثامن من اغسطس الجاري. تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1795 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لها بالمجان، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات من جانبه أوضح منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة بالمنيا محمود خليفة الحسن أوضح أن القافلة شملت مختلف التخصصات بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحي لمائة وثمانية عشر شخصا وتم استخدام سبع عيادات متنقلة أكد وزير البترول طارق الملا أن نتائج مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أحدثت طفرة في مصر وانعكست على كميات استهلاك البوتاجاز التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالفترات السابقة بالإضافة إلى الوفر المتحقق من ذلك وخلال الاجتماع الموسع لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أوضح الملا أن الإسراع في أعمال التوصيل من خلال المشروع القومي للتوصيل أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة مستمرة، وأن التحديات الناشئة عن المتغيرات العالمية الحالية يتم التعامل معها من خلال التواصل المستمر والبحث عن حلول ابتكارية للمواجهة وتذليل العقبات أكد رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف الأمم المتحدة للتغير المناخي كاب 27 محمود محدين ضرورة تحقيق التناغم بين أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي مما يسهم في حل المشكلات الحالية المتعلقة بالأمن الغذائي ونقص الطاقة علاوة على مواجهة التحديات المستقبلية. جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها بالجلسة الحواريه التي نظمتها مجموعه القدرات الافريقيه للمخاطر التابعه للاتحاد الافريقي بعنوان الطريق الى قمه المناخ وما بعدها واضاف محيدين انه يوجد العديد من الفرص الواعده بمجال العمل المناخي بافريقيا مشيدا بالتقدم الذي احرزته عدد من الدول الافريقيه في مجال الهيدروجين الاخضر تحديدا أعلنت وزارة التعليم العالي أن عدد الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد واكدت الوزاره انتظام سير اجراءات ادخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني موجهه الطلاب بضروره كتابه رغباتهم بطريقه سليمه وصحيحه وامكانيه تعديل الرغبات حتى السابعه من مساء الاثنين المقبل تنطلق غدا السبت امتحانات شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة الدور الثاني للعام الدراسي 2021-2022 حيث يؤدي اختبارات الدور الثاني قرابة 157 ألف طالب وطالبة ب300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغه العربيه والتربيه الدينيه تستمر امتحانات الدور الثاني حتى يوم الثلاثين من اغسطس الجاري وفق الجدول المعلن مسبقا انطلقت فعاليات مهرجان الاسماعيليه للمانجو في دورته الاولى وذلك بشارع محمد علي بوسط محافظه الاسماعيليه والذي يتضمن كرنفانا للورود وبعض الفقرات الفنيه والاغاني واكد محافظ الاسماعيليه شريف فهمي بشاره على اهميه دور محافظه الاسماعيليه زراعيا باعتبارها اكثر محافظات مصر انتاجا للمانجو. احنا بنستهدف طبعا زياده التصدير سواء كان من محصول المانجو او بقيه المحاصيل وقلنا الارقام اللي موجوده واللي احنا مستهدفينها ان شاء الله خلال الاعوام القادمه. انما يمكن محصول المانجو هو محصول رئيسي في الاسماعيليه فيعني من هنا جاء التركيز عليه وقلنا نعمل له مهرجان خاص عشان يبقى في تركيز على هذا المحصول ونقدر نزود المنتج والتصدير من هذا المحصول. ده طبعا بالاضافه للترويج السياحي لمحافظه الاسماعيليه سواء كان من السياحه الداخليه او السياحه الخارجيه. بالاضافه طبعا وده هدف برضه رئيسي احنا يعني بنطمح في ان احنا نعمل تصنيع زراعي. نجح الشاب المصري هيثم رمزي من محافظة البحيرة في تحويل سطح منزله لحديقه تضم 150 نوعا من الزهور والاشجار المثمره مثل الرمان والتين والليمون لم يكن يدري ابن مدينة دمنهور بالبحيرة هيثم رمزي أن هوايته التي بدأها قبل سنوات ستحول سطح منزله إلى حديقة تمتلئ بمئات الأنواع من النباتات المزهرة أو الأشجار المثمرة عندي تنوع كبير جدا من النباتات ما بين النباتات مثمرة وما بين نباتات زهرية تقريبا عندي الروف بتاعي يضم أكثر من 150 نوع من النباتات عندي النباتات المثمرة تتنوع ما بين تين شوكي ما بين دراجون فروت ما بين باشون فروت ما بين بشملة ما بين رمان طماطم شري فراوله حرنكش برتقان يوسف هندي فراوله انواع كثيره جدا من النباتات حتى النباتات العشبيه عندي انواع كتير جدا من النباتات العشبيه زي الروزماري البردقوش النعناع الريحان حشيشه الليمون او عشبه الليمون الصبارات انا من الناس اللي بتحب الصبارات جدا عندي تنوع كبير من الصبارات والعصريات الموضوع عندي كمان بيبقى مختلف في الشتاء شويه لان انا عندي انواع بتبقى موطنها الاصلي هولندا فدي بتعيش في فتره الشتاء وبتموت عندنا في فصل الصيف هنا التين والليمون والنخل والرمان ومئات الأنواع من النباتات المزهرة التي تجعل من سطح المنزل بستانا يمنح الراحة لساكنيه كما أن هذه النباتات المثمرة تلبي احتياجات منزله من الخضر والفاكهة والأعشاب المزروعة دون كيماويات طبعا النباتات أضافت لحاجات كتير وأنا اتعلقت بالنباتات النباتات من الحاجات المفيدة جدا للبيئة بتطلع أكسجين تقريبا كل متر ونص من النباتات بينتج بي 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 أكسجين يكفي الفرد We'll be right <laughs> back. فطبعا انت بتبقى قاعد في بيئه بتتنفس فيها هواء نقي وهواء نظيف، انا كمان ما بستخدمش عندي اي حاجه كيماويه، انا التسميد بتاعي حتى كله اورجانيك، حفاظا على صحتي للحاجات اللي انا باكلها وحفاظا على البيئه وحفاظا على المناخ العام، وخصوصا في ظل توجهات الدوله والسيد الرئيس لمؤتمر المناخ والحفاظ على البيئه. وعلى الرغم من ان تخصص هيثم في التسويق الالكتروني، الا انه نجح في زراعه 150 نوعا من الاشجار المثمره المقزمه على سطح منزله، بالاضافه الى الطماطم والليمون والزهور والورود والاعشاب المستخدمه في المطابخ المصريه والعربيه بعد خمس سنوات من التجارب مستخدما مواقع اليوتيوب في التعلم مؤمنا بدور الشباب في مكافحه ازمه المناخ عبر انتاجهم من الزراعه الخضراء على الاسطح والشرفات نجح الطفل اللبناني ليام جرماكيان في استغلال موهبته الكبيرة بالرسم حيث عمل على خلق أسلوب مميز له فتح الباب أمامه للدخول إلى مجال الأزياء والرسم على الملابس المزيد حول قصة الطفل اللبناني الموهوب نتابعها في سياق التقرير التالي وسط ابوين شغوفين بالفن نشا الطفل اللبناني ليام جيرماكيان وتاثر بهما وبدا مشواره مع الرسم في سن مبكره واصبح الان وهو في العاشره من عمره يمتلك علامه تجاريه تضم مجموعتين من القمصان المزينه برسوماته المبتكره يقول الطفل اللبناني الصغير انه ما ان يضع يده على الورق حتى تنطلق لترسم بمفردها كما لو انها متصله براسه بشكل مترابط وتبدع رسومات مميزه اضع يدي على الورقه ومن ثم فان يدي هي التي ترسم بمفردها يبدو الامر كما لو ان يدي وراسي متصلان ويرسمان معا هكذا حتى انني لا استطيع التحكم في عقلي انه يرسم ذلك من نفسه سألتي في السؤال. تاثر الطفل بفنانين عظماء لكنه اراد ان يكون له اسلوبه الخاص وبدا يفكر في الامر حتى اكتشف اسلوبه المميز قبل عامين اثناء تزيينه لشجره عيد الميلاد في متجر والدته يمنى حيث مثلت الشجره نقطه انطلاقه له فظل يرسم على الورق والقماش والقمصان رسومات مميزه من ابتكاره انه قلنا نعمل براند تكبر مع عمره حسب شو بحب حسب شو عباله أه ما بحياته عامل رسمه لهلا اتليست أه البيت تبعها انه تكون معموله لتيشيرت يعني هو بيرسم راندوملي على خزانته على وراء على شو ما كان من هيدا الشيء بنشوف شو وات از ادابتبل اند وات از نوت على تي شيرت واغلقت يمنى متجرها الذي تضرر جراء انفجار مرفا بيروت عام 2020 لكنها استمرت في عملها عبر الانترنت حيث تتوفر مجموعات ليام في الوقت الحالي تضم مجموعاته القمصان فقط لكن الطفل اللبناني يرتم على أحذيته وأدواته وأشياء أخرى وهو يخطط في المستقبل لتوسيع قاعدة أعماله وخوض تحديات جديدة نهاية النشرة وهذا تذكير بأبرز العناوين مجلس الوزراء ينفي وقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة ويؤكد أنها استحقاقات قانونية لا يمكن إلغاؤها موسكو وكييف تتبادلان الاتهامات والاستفزازات حول محطة سابوريجا النووية ومخاوف أممية من التصعيد واشنطن تعرب عن قلقها إذا تصرفات بكين في المنطقة وتايباي تطالبها باعاده تقييم الاحتياجات الدفاعيه الاكثر الحاحا للجزيره. ختام نشره الثالثه دمتم في رعايه الله وامنه. نعم قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري الى اللقاء.